ولما أنت مضطر لترك وطنك ولترك قبيلتك؟ ماذا يجبرك على فراق أحبائك؟ الأحباء لا يفارقون المحب، حتى وإن طال الفراق يبقى مكانهم في القلب ثابتا. للعين حق علينا بالتأكيد، ولكن الصبر معين. أستودعك الله. الصبر. أكتشا يا ابنتي، تعالي قليلا. ها أنا ذا قادمة. أكتشا، يداي ملوثتان. هلا وضعتي قليلا من الماء فوق الخليط؟ هيا. يكفي هذا؟ أجل يكفي. سلمت يداك. أين سيذهب ألب أرسلان يا أم أكيناي؟ أرض الله واسعة، لابد أنه سيفتح أرضاً احتلها أعداؤنا ليحط رحاله فيها. وسيقصد فاسبوركان؟ وحده من يشد القوس، يعرف أين يتجه السهم. سنعرف عما قريب. لو سمحت يا ابنتي، أعطيني واحدة من تلك الأزهار. كم هي جميلة، لم أرها من قبل، ورائحتها زكية. كل من رآها وشم رائحتها لم ينسها أبدا. يقولون عنها زهرة الحب. هذه زهرة الحب؟ أجل، هذا لقبها. تشفي أمراضاً كثيرة، وشوكها جارح. أعطني إياها قبل أن تجرح يدك. أظن أن عطرها يشوش العقل، ويجب ألا ننخدع به. سأبقى بعيدة عن جراحها وعطرها. حاولي إن استطعت ذلك، ولنرى كيف سيفرض عقلك كلمته على قلبك.